بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أول موضوع هنتكلم فيه عن إيمان الأطفال، لأنه أغلب الدروس في الدنيا الكبير يعلمها للصغير ما عدا الدرس ده. الإيمان وهو أهم درس في العمر، الكبير يتعلمه من الصغير. ودي مشكلتنا، إن احنا عشان متعودين نبص للصغير إنه متلقي، عمرنا ما بنبص للأطفال على أنهم أساتذة نتلقى منهم، مع أن احنا عندنا درس الإيمان ده بيتحرك قصاد عينينا طول الوقت في شكل الأطفال اللي يعني الدنيا زحمة بالعيال، فسهل أنك تتعلم. لكن لأن احنا اتبرمجنا أنا هتعلم من اللي أكبر مني، لو كنت هتعلم حاجة يعني، فتلاقونا بيفوتنا أخطر درس في العمر، هو درس الإيمان. لأن الإيمان مش معلومات ولا ذكاء ولا حتى خبرات، الإيمان ده حاجة في القلب فطرية بتتولد مع الإنسان وبتطفي بسبب الدنيا. لكن لو الطفل ده اتربى في ظروف جميلة إيمانه ينقل الجبال، لكن إحنا لما بنربي عيالنا بنضيع منهم شوية الإيمان التلقائي اللي كان موجود عندهم. وده سر إيمان كنيستنا، إنها تعمد الطفل، لأنها بتعتبر الطفل عنده إيمان أكتر من الكبير. يمكن ما تبلورش في شكل حقائق بالحقيقة نؤمن، إنما هي متأكدة إنه جوه إيمان. وطبعا يمكن كتير منكم لو كل واحد تأمل في تاريخه يذكر قصة كده، إن ابنه قال حاجة إيمانية، أو طفله في يوم من الأيام يكون شاور على حاجة. أذكر مرة هنا أحكي لكم حاجة شخصية. لما اترسمت كاهن جديد كان معايا ابني لسه صغير، كنا في مؤتمر هنا وأنا لسه طالع بقى من الطب جديد داخل على الكهنوت، فقالوا لي واحد دايخ وبتاع، قلت لهم طب هاتوا لنا جهاز ضغط. فبص لي كده وقال لي هو أنت مش معاك زيت؟ كبسني حتة كبسة الولد، يعني عاوز يقول لي انت دلوقتي قسيس معاك زيت مش معاك جهاز ضغط، فين الزيت اللي بتمسح بيه المريض؟ وهو كان لسه 7 سنين اظن او حاجة زي كده. فطبعا كان الدرس مهم اوي، ان انا لسه بفكر بطريقة الدنيا، هو بإيمانه البسيط ابونا يبقى مسحة مرضى يبقى يخف، بسيطة اوي يعني. ضغط ايه بقى ودواء ايه؟ قصة اسهل من كده. أظن في حياتنا هتلاقوا خبرات كتيرة كده، لو رجعت طفولة أولادك أو لو كانوا لسه أولادك أطفال ممكن تتلقى منهم رسائل إيمانية جميلة وعميقة جدا. ولو بتشوف أطفال، وما أظنش فينا حد ما بيقابلهمش، لو بشيء من التأمل راقبتهم هتعرف ليه ربنا قال مفيش دخول في السماء غير للعيال. يعني شوفوا الدنيا كلها تقول لك للكبار فقط، على باب السماء في إعلان للأطفال فقط، لأنه اللي مش طفل مش هيعدي. بعض الأديرة زمان كانوا دايما البوابة تبقى صغيرة بحيث أي واحد محترم كبير يتبطح ما يعديش، لازم يوطي ويدخل، إنما العيال تدخل جري لأنه مش هيخبط. طبعا احنا عندنا مشاكل، إن احنا كبار عندنا مشاكل روحية، إن احنا كبار في نظر نفسنا، بينما احنا في نظر ربنا احنا لسه عيال، لأن انت العملية نسبية يعني. فانت كبير لأنك بتبص على اللي حواليك، سنك 50 سنك 60 سنك 70 بالنسبة ده انت كبير، انما بالنسبة لواحد عمره كذا مليون سنة، طبعا ده تجاوزا ربنا ملوش عمر، تبقى انت لسه بيبي يعني. وبالتالي بس خليك بيبي بقى، يعني الفرق ان الطفل عارف انه طفل، المشكلة ان الكبير فاكر نفسه كبير، الطفل فاهم كويس انه طفل لكن الكبير فاكر نفسه كبير. تعالوا نمشي شوية مع ايمان الاطفال اللي كان عندنا وخسرنا، يعني كلنا ما ظنش فيكم حد اتولد كبير، كلنا كنا اطفال، معنى كده كان جوانا ايمان طفى راح قل واحنا مش واخدين بالنا. وعشان كده المسيح استخدم تعبير ان لم ترجعوا، ترجعوا يعني يوريكول حاجة، انت بتسترجع حاجة راحت منك. يعني الايمان اللي بيقصده المسيح ده كان موجود عندك بس هو اتسرق منك بسبب
العلم والكبرياء والحاجات دي. هقول كم آية الأول عشان بس نثبت الفكرة. في متى 18 يقول: الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. وطبعا كلمة لن تدخلوا تخوف. ليه؟ في 3 4 آيات كده فيها ما فيش دخول للسماء. حط جنبها طب إذا كان كاهن، سوري، لو كاهن وما بيعرفش يعيش طفولة بالمعنى ده مش هيدخل. لو كان راهب مش هيدخل. لو كان بيعمل خير كتير برضه مش هيدخل. unless لازم يكون في الشرط ده. حتى لو بيصوم كتير بيصلي كتير، إذا ده شرط مفيش، ملوش حل. ده كونديشن لازم تحترمه، لأن لو ما كنتش قادر توصل لإيمان الأطفال مهما عملت مش هتدخل السماء. الموضوع يستاهل التفكير والتأمل. آية تاني في مرقس 9، انتوا فاكرين لما التلاميذ اتخانقوا على قولة مين الأعظم؟ ربنا يسوع عمل حركة بسيطة جدا، جاب عيل صغير وإيه حطه في النص وبعدين حضنه وقال لهم إيه هو ده الأعظم، هو ده أحسن واحد. يعني يا ريتكو، وبيكلم الرسل، بيكلم الآباء الرسل اللي بيعملوا معجزات، قال لهم عاوزكوا زيه، عاوزكوا طفل صغير زيه كده. تحسوا يعني ايه ان انتوا محتاجين الحضن ده؟ انتوا يا بهوات يا كبار مش حاسين ان انتوا محتاجين الحضن ده، لكن هو خايف، باصص لكم وحاسس انه صغير ومحتاج الحضن. في لوقا 10 يقول: تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. هذه يقصد بها معرفة الله أو أسرار الله أو كل ما تحت كلمة الإيمان. أخفيت الحقيقة. الحقيقة الناس كلها بتدور على الحقيقة، مين ربنا؟ احنا عايشين ليه؟ في بكرة ايه بعد الدنيا دي؟ كل دي أسرار، وكل الناس مشغولة بالأسرار، ومحدش عارف الأسرار إلا الأطفال. أخفيتها وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب هكذا صارت المسرة أمامك. يعني ربنا بيحب العيال، يصر بالأطفال. اللي يجيله على كبر ويبقى بنفسية طفل أو ببساطة طفل بإيمان طفل يعجبه قوي. إنما طول ما الواحد حاسس إنه كبير يبقى كده متعطل قوي عن ربنا. في نفس الإصحاح يقول: قدموا إليه، لأ مش في نفس، بعدها بشوية، الأطفال ليلمسهم. لما رآهم التلاميذ انتهروهم. هنا التلاميذ متبرمجين زينا كلنا إن العيال يعني عيال، يعني بمعنى لا تحترم. يعني في البلاد الشرقية بالذات الطفل والمرأة والجاهل درجة تانية. في الفكر المسيحي الطفل درجة أولى قبل الكبير، والفقير قبل الغني، والجاهل قبل المثقف. في الفكر الروحي المقامات معكوسة خالص. ده الفكر المسيحي كده، حتى الفقير عند ربنا أقرب من الغني، لأن الغني ممكن يكون أبعد عن الملكوت. هنا لما انتهروا الأطفال يسوع، أما يسوع فدعاهم وقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. يبقى من نفس نوع الفكرة بتاعت ارجعوا خليكوا وإلا مفيش دخول السماء. وحطها تاني بطريقة تالتة: من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخل. الآية دي كل ما أقراها الحقيقة بتصور تصور كده ساذج على قدي. شوفوا الطفل لما بتجيله هدية في عيد ميلاده 5 6 سنين، وتلاقي بوكس داخل كده ومتغلف، وتلاقي الولد عينيه لمعت وساب اللي في ايده وجري وملوش دعوة بأي حد. طب يا حبيبي قول ثانك يو، قول ميرسي، اعمل فيها ذوق برضه قدام اهلك، ولا يعبر حد. وينهال على العلبة دي، قطع وبسرعة يطلع اللعبة، وتلاقي وشه نور إلا لو اتكبس طبعا تبقى حاجة. خلي بالكم، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد. يعني إيه القبول ده؟ أنت لما ربنا بيديك هدية بتقبلها إزاي؟ قد كده فرحان ومتحمس وبتفتح الهدية واكسايتد، ومش بتفكر أنا استاهل ولا ما استاهلش. العقد بتاعت الكبار بقى، الكبار بقى معقدين. يدخل واحد بهدية، أول حاجة تيجي في ماله، في باله إيه؟ بكام؟ بكام ايه؟ دي هدية.
وبعدين طب هردها امتى وهردها ازاي؟ عقد كلاكيع الكبار. او طب ده انا ما جاملتوش قبل كده، طب هو فعلا بيحبني ولا جايب لي الهدية منظرة قدام الناس؟ فهمتوا الفرق؟ الطفل ياخد الهدية، مش مهم مين اللي جابها، يقبل ملكوت الله مثل ولد، ياخدها ويفرح بيها ويفتحها ويلعب بيها وينسى اي حاجة. والكبار يقعدوا بقى يحسوكوا ويعملوا حاجات كتيرة قوي الا ان هم يفرحوا. احنا مش بنعرف نفرح لاننا فقدنا بساطة الطفل في استقبال عطايا الله. لو انت طفل كل يوم تطلع تشوف الشمس تفرح، لان اليوم يوم طلع، يوم جديد، حياة جديدة، عمر جديد. لما تتناول تفرح، خدت جسد ربنا يسوع ودمه. لما تقول ترتيلة ولا لما تعمل حاجة حلوة تفرح، عارف تفرح. احنا مش بنعرف نفرح لاننا ما عدناش عيال، لكن الطفل يستقبل ويفرح بسهولة جدا، وما يقعدش يحسب الحسابات الضخمة اللي احنا بنقعد نحسبها وبنكلكع روحنا. وربنا عاوزنا أبسط من كده كتير. نعدي على شوية أطفال في الكتاب كده، نشوف أمثلة لإيمان الأطفال. أول طفل يعني حابب أفكركم بيه موسى الطفل. موسى استلقى الإيمان من والديه، لكن هو شربه شرب وهو بيرضع من لبن أمه، يعني لأنه قعد 3 شهور في بيت أمه. أنتوا عارفين ساعتها كان في قرار إعدام أي طفل ذكر، فمامته تحدت القرار وغمرت وفضلت ترضعه 3 شهور في بيتها، بس خلاص بقى في منتهى الخطورة، لأن هي وأبوه كمان هيموتوا لو لقوا الطفل كده. وده اللي قاله بقى قبل ما بولس الرسول يتأمل في عظمة موسى كنبي، تأمل في طفولته. خلي بالكم في عبرانيين 11 بولس كان طبعا فيلسوف، فماشي مع شخصيات الكتاب. نوح الإيمان فيه فين؟ إبراهيم الإيمان فيه فين؟ لما وصل لموسى بدأوا من الطفولة. قال بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر، لأنه ما رأي الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. يبقى أحد دوافع الإيمان إن هما جرأة، مش مهم الملك قال إيه. بالإيمان موسى لما كبر ابتدى يظهر عليه علامات الإيمان، أبى أن يدعى ابن، وهكذا. عارفين لما موسى قابل ربنا يسوع أول مرة وهو سنه 80 سنة، عارفين موسى تلقى الإيمان في أول 3 سنين أو 4 سنين ماكسيموم وهو بيرضع من أمه العبرية. فاكرين طبعا القصة، أنا مش بحكي قصص أنتم مذاكرين. خدته بنت فرعون وتبنته، لكن لازم يرضع، فدته للعبدة العبرانية ترضعه اللي هي كانت أمه. فأمه طبعا وهي بترضعه حفظته اسم الله. اسم الله بالنسبة لليهود في الوقت ده ايه؟ إله إبراهيم إسحاق يعقوب. يعني عارفين احنا نقول للأمهات وهما بيرضعوا دايما قولي اسم ربنا يسوع في ودان طفلك. صلاة يسوع حلوة قوي الطفل يسمعها وهو في بطن أمه وهو بيرضع في كل المراحل. كان زمان الست اليهودية التقية تفضل تنادي طول اليوم يا إله إبراهيم، يا إله إسحاق، يا إله يعقوب. هما ما يعرفولوش اسم لغاية الوقت ده، ملوش اسم غير كده. عشان كده ربنا لما جه لموسى أول مرة هو 80 سنة قال له إيه؟ قال له أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله، هو عارف أن ده ربنا على طول. مين قال لك ماما؟ إمتى حبيبي؟ من 80 سنة وأنت لسه فاكر؟ شوفوا بقى قوة الأمة دي اللي 80 سنة ما مسحتش الدرس ده لأنه تلقى الإيمان كطفل. إيمان أخت موسى، موسى له أخ هارون وأخت مريم. مريم أكبر منه ظن 5 سنين حاجة زي كده. يعني كانت لما موسى اتولد كانت عمرها 5 سنين أو 6 سنين. لما أمه عملت الصفت ده اللي هي جابت سبت وحطت القار عشان ما يدخلش مية، وحطت البيبي موسى ورمته في النيل، وطبعا دخلت تعيط لان ملهاش حيلة تاني خلاص، وسابته في ايد ربنا كده في مية النيل. اخته الشقية فضلت تجري على شط النيل تتابع اخوها اللي في السبت. فربنا مرتب بنت فرعون ده نازلة تستحمى في النيل، شاف سمعت صراخ العيل، شوفوا ايه اللي في السبت، عجبها الطفل، جريت زي الفرقع لوز عليها تقول لا اجيب لك حد يرضعه.
انا بحس ان اخته زي اللي قلقانه، هو بيعيط عشان ما كلش فلازم يرضع. هي مش بتحسب اي حسابات مريم، في هي طفله، انما كل اللي جاي في بالها اخويا لازم ياكل، والوحيده اللي تعرف تاكله ماما، فاروح اجيب لك ماما. بس ما قالتلهاش ماما، طلعت ناصحه. فايه هنا قالت اخته لابنه فرعون: هل اذهب وادعو لك امراه مرضعه من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لا ابنه فرعون اذهبي. فذهبت الفتاه ودعت ام الولد. ده ايمان الاطفال اللي هي فضلت متابعه السبت، مش بعيد كانت بتصلي على قد تفكيرها كطفله، انما هي قامت بدور خطير في خلاص موسى النبي بالكلمه دي، بالجمله دي، لان خليته يرضع من امه، خليته يرضع الايمان من امه، فهي بقى يعني شاركت في تربيته كنبي. لو انتقلنا لداود الطفل، داود في حياته يعني جولات كتير قوي، انما داود في اول طفولته، بس يمكن طفل كبير شوية، يمكن 15 سنة، لما راح يزور اخواته في الحرب وقت جولياط، وبعدين سمع جولياط طالع يشتم في شعب الله ويشتم ربنا، هو بقى حافظ مش فاهم، يطلع مين ده اللي يغلط في ربنا يعني؟ ف يعني صعب عليه جدا، وقال: ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني؟ يا عم انت فاكر هي لعبة؟ ده راجل بجد، ده جلياد ده طول بعرض. انما هو قال: انا ممكن اموته. من هو هذا الفلسطيني الاغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ طب ما كل الموجودين دول يهود واتقياء، لكن هنا هذا الطفل داود مش مستحمل الكلام ده. يعني ايه يقول كده؟ يعني ايه يغلط في ربنا؟ لا، لازم نرد عليه. في نفس الموقف شاول قال له داود، وهنا شوفوا بقى صراع الكبار والاطفال. شاول ما زال على فكرة لهذه اللحظة، لغاية اللحظة دي شاول كان كويس. فشاول عنده ايمان، بس ايمان الكبار اللي هو عطلان بالعقل. الكبار ايمانهم واقف متعطل بسبب حساباتهم. داود إيمان أطفال لسه عقله مشتغلش كفاية. فشاول بيقول إيه؟ لا تستطيع، خلي بالكم الفرق، أن تذهب لهذا الفلسطيني لتحاربه، لأنك، يبقى لا تستطيع لأنك، دي لغة إيه؟ دي لغة العقل. ده واحد عنده إيمان زي حالتنا بس بيحسبها. فلما حسبها it's nonsense، بتتكلم في إيه؟ مش ممكن، لأنه أنت صغير وهو كبير، هو مقاتل من صغره وانت حتة راعي أغنام، مخه شغال. داود مخه عطلان أو لسه مش شغال. فقام داود حكى له حكاية. الحقيقة كان مفروض شاول يقول لهم خدوا الواد ده من قدام، يعني حكايات عيال خالص، بيقول له على فكرة أنا كنت برع على الخرفان وطلع علي أسد ومسكته ضربته وموته. يا ابني انت هتسرح بيا، ده انا ملك. كلام تحسه كلام طفولي يعني. وبعدين طلع عليا دب، خياله بقى واسع. يتهيألي شاول تفكر كده، ايه الخيال ده؟ اسد ودب يا ابني، احنا بنقول لك جلياط واقف تحت بيشتم. لكن هو ده داود لسه عايش في ذكريات الطفولة، وهو دي خبراته الحقيقية. طب يا عم احسبها بالعقل. عقل ايه؟ ما انا قتلت اسد ودب، تاني اسد ودب، انت هتفضل عايش في الفكرة دي؟ فقال له هيطلع واحد هيبقى زي الاسد، هو اكتر من الاسد. وبعدين يقول له الرب، شوفوا بقى تعبير الطفل، الرب الذي انقذني من يد الاسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. ذات سيمبل يعني، عادي عادي، ما انا عملتها قبل كده مرتين، موت اسد وموت دب، هموت جلياط. يا سلام. وكل كام ألف دول ما بيفهموش؟ لا ما بيفهموش، الموضوع بسيط جدا، الحقيقة ما بيفهموش، لأن طلع هو الوحيد اللي معاه حق. فاهمين فرق إيمان الكبار عن إيمان الأطفال؟ شاول والشعب ما هماش وحشين لهذا الوقت، كانوا بيصلوا، بس صلواتهم ما جابتش حبة الخردل، مش قادرة تثق الثقة اللي عند داود، مش قادرين يرموا على ربنا الرامية دي ويفكروا بالسذاجة دي، عادي اللي عمل دي اعمل دي. عشان كده بعد ما غلب شاول، لما رأى شاول داود خارجا للقاء، قبل ما يغلب وهو طالع بقى يقابل جلياط، طبعا المنظر من فوق مضحك
يعني داود مش باين من الارض مثلا، من فوق الجبل بقى هم مرصوصين على الجبل، وجلياط هجم طالع من الناحية التانية، فإيه اللي احنا بنعملناه ده؟ فسأل الابنير رئيس جيشه: ابن مين ده؟ ابن من هذا؟ مين ابو المجنون اللي بعته مثلا؟ الحقيقة السؤال ده له إجابة تانية غير الإجابة دي. هو قال له: لست أعلم، لأن فعلا ما حدش يعرف، لأن ده مش ابن يسّا، ده ابن ربنا، ده إيمان الأطفال، ده اللي له السما. بعد كده عرفوا أنه أبو يسّا، لكن ابن مين ده؟ صحيح، مين طالع بالقوة دي؟ مين طالع بالجرأة دي؟ مين الطفل اللي ما بيهزوش حاجة في الدنيا دي كلها عشان عنده إيمان الأطفال؟ ندخل على طفل آخر، إيمان إسحاق. نعلى بالسن شوية، يمكن إسحاق فرنج من 15 ل 20، لكن طبعا في اجتهادات كتير في التفسير. أبو إسحاق هو المدرس الإيمان الأشهر والأعظم في العهد القديم، أعظم شخصية إيمانية أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم عنده إيمان أطفال، يعني المثل الأعلى في الإيمان. وعشان كده لما ربنا يوعدنا ونسيب الدنيا دي، نتمنى كلنا ندخل حضن إبراهيم. تعبير المسيح يقول: يجوا المؤمنين من مشارق الشمس لمغاربها ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فأبونا إبراهيم بإيمانه العظيم ده شرب ابنه الإيمان، فإسحاق طالع عنده إيمان فطري طفولي بسيط جدا. واللي يدرس شخصية إسحاق يلاقيه طفل لآخر عمر، يعني راجل 160 سنة بس طفل برضه. صحي بدري، يلا يا إسحاق هنروح نعمل ذبيحة. حاضر يا بابا. تاني يوم صحي، خدوا الاتنين غلامين والحمار والخشب ومشوا. في نص السكة قال إسحاق خد باله: احنا ما جبناش خروف، يعني هنذبح الحمار مثلا؟ ما ينفعش. فسأل بمنتهى البراءة يعني، قال له يا بابا، قال له: ها أنا زي ابني. فقال: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقام أبونا إبراهيم يقول له إيه؟ ربنا الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني، ربنا يشوف يا ابني. بالذمة دي إجابة تقنع شاب اللي رب منكم مراهقين يعني، وعارفين بقى الغلبة والحوارات والجدل بتاعتهم. يعني إيه ربنا يشوف؟ هينزل لنا خروف من السماء؟ هنلاقي خروف صدفة في الجبل؟ يعني ايه؟ يعني ايه ربنا يشوف خروف؟ وما جبناش خروف ليه من البيت؟ ما عندنا الخرفان كتير؟ لازم يقاوح، وإلا ما يبقاش شاب طبيعي. هو مش طبيعي، هو مش طبيعي لأنه محمول على الإيمان ببساطة. هو لسه طفل، أبوه بيقول له ربنا يشوف خروف، خلاص ربنا يشوف خروف. يا سلام، ما كانش حد غالب في التربية. بس لو عندنا إسحاق بهذه البساطة كمل الرحلة، كان ممكن يقف في نص السكة يقول له: لا أنا مش همشي، احنا هنضرب المشوار 5 ساعات وتقول لي نسينا نجيب خروف في الآخر؟ طب ما احنا واخدين بالنا إن ما جبناش الخروف من الأول، هي دي محتاجة تفكير؟ لا، أبوه قال ربنا يشوف خروف، يشوف خروف. خلي بالكوا، أبونا إبراهيم عارف، بس مش قايل لحد، إن الخروف هو إسحاق. فأبونا إبراهيم مش قادر يرد، ونفسيته تعبانه جدا ومشدود جدا، وتلاقيه واخدها صلاه طول السك، لان ده اصعب امتحان في حياه ابونا ابراهيم في العمر كله. انما بالنسبه لاسحاق هو مش فاهم حاجه لسه، ومع كده مش قلقان، مش فارق معاه، خلاص نروح نذبح خروف، مفيش خروف مش مهم، بابا بيقول ان ربنا هيتصرف. هو ده الايمان. طبعا لما قال له بقى وصله، وبعدين قال للولاد ايه: خليكم انتوا هنا، لان دول مش هيوصلوا للايمان. خدوا وطلع. طب في السكة وانت طالع الجبل مفيش خروف لسه؟ معلش خلاص، بابا قال هيجي ربنا هيبعت خروف. وعلى فكرة بقول لكم سنه مش اقل من 15 سنة، اسحاق ما كانش طفل. وفي الاخر لما وصلوا رصوا الرصة، اسحاق منتهى الادب، عيال متربية اخر ادب، ولا بينطق ولا بيتكلم ولا بيعترض ولا حاجة، رص رص حط حط عادي. قال له اطلع بقى، قال له اطلع على المذبح، اطلع يبقى فهم خلاص. قام طلع عادي جدا، وامسك معاه يمسك معاه، وشد نشد ونربط ونربط، وبيربط في روحه. يعني ابونا ابراهيم ما يقدرش على اسحاق على فكرة،
اسحاق ابونا ابراهيم في الوقت ده حوالي 120 سنة، خلي بالكوا ده راجل شيخ عجوز. اسحاق هو اللي شباب، انما حاضر بدال بابا بيقول كده حاضر. غمض عينك بقى حبيبي، حاضر. ما هو فهم خلاص، تحت منه خشب وحطب يا درة، يعني هيحصل ايه؟ خلاص ملهاش حل. وبعدين مسك السكينة ابونا ابراهيم، ربنا ظهر بقى قال له بس عندك خلاص كده، انتوا الاتنين 10 من 10. انما هنا انا عاوز اركز على ايمان الطفل اسحاق. تقدر تتبع ابوك الى هذه الدرجة، تخضع الى هذه الدرجة، تلغي دماغك الى هذه الدرجة؟ تقدر؟ ما هو ايمان الاطفال معناه وقف دماغك شوية. صدقوني مخنا عاوز اجازة، اكتر من 80% من تفكيرنا ملوش لازمة. لو عشنا في الدنيا دي ب20% بس من الطاقة الدماغية هنبقى مرتاحين جدا، وربنا هيشيل الشيلة، انما احنا مغلبين روحنا. نشوف شخصية اخرى، ايمان صمويل النبي، صمويل الطفل برضه نفس السيناريو، ام عظيمة حنة، ام صمويل ست بقى ايمانها جبار وصلت الصلوة التمام، وربنا ادها طفل بعد عقم طويل. وبعدين صمويل ما يعرفش حاجة لسه، هي مامته موصياه تسمع كلام أبونا عالي، حاضر زي ما يقول لك حاضر. أبونا عالي أساسا مش مركز إنه يعلمه روحيات، أبونا عالي عياله مطلعين عينيه والهيكل مليان فساد وشغله مش تمام، بس هو داخل طالع من الهيكل زيه زي أي عيل. وبعدين في الليلة جه الصوت، صمويل راح على عالي، نعم يا أبونا روح نام يا ابني. تاني مرة، يا ابني روح نام. تالت مرة قال له تكلم يا رب، لأن عبدك سامع. ساعتها بدأ العلاقة الشخصية بين الطفل صمويل وبين ربنا، ما بقاش ربنا فكرة، بقى ربنا شخص. وعلى فكرة أقول لكم حاجة مهمة، الطفل اللي معرفش ربنا كشخص من طفولته بيتعب قوي أنه يتعرف عليه وهو كبير. الطفل اللي ما دقش ربنا كشخص، شخص يتكلم معاه ويحاول يسمع صوته، لما يجي بقى في العشرينات وتكلموا عن ربنا الأب الصديق الشخص المخلص، يبص لك كده عقله بقى تعبه خلاص، انت ما لحقتش، كانت البذرة تتزرع اسهل من كده وهو طفل. فصمويل خلاص عرف ربنا شخص له صوت، وعارفه باسمه وبيناديه وبيحبه، وبدأت العلاقة العظيمة اللي طلعت صمويل النبي بعد كده. يقول ايه؟ كبر صمويل وكان الرب معه ولم يدع شيئا من جميع كلامه يسقط الى الارض. شوفوا صمويل الشاب الصغير ده ما فيش كلمة بيقولها تنزل الارض، لانه صديق صمويل، صديق ربنا. وعاد الرب يتراءى في شيلو، لان الرب استعلن لصمويل في شيلو بكلمة الرب. كل ده من الليلة اياها اللي كان فيها إيمان صمويل الطفل. شخصية أخرى، إيمان طفلة السامرة، ست البنت دي ما نعرفش اسمها لغاية دلوقتي. الطفلة دي مذكورة في ملوك الثاني 5، جت حرب بين أرام وبين إسرائيل، وخدوا سبايا، من ضمن السبايا بنت صغيرة، عيلة صغيرة زي الشغالات بتوع زمان اللي هم كانوا يبقوا 12 سنة بتاعهم. وراحت الشغالة دي في بيت رئيس جيش أرام، راجل محترم جدا عنده مبادئ عالية اسمه نعمان السرياني. وبعدين الراجل أتاري عنده برص وعمل له بطش بيضة في جسمه ودخل على قرح، يمكن يعني شغلانة صعبة، إنما بيغطي نفسه طبعا بلبس العسكرية، فده مرض ملوش علاج. وبعدين شوفوا بقى البنت الساذجة البسيطة دي، شوفوا إيمانها الجبار، وهي مزبية ومش على بالها تروح لأبوها وأمها. كانت بين يدي امرأة نعمان فقالت لمولاتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفي. ده احنا كبار في حاجة زي كده نقول ايه؟ احتمال كان يخف، احتمال، لأن احنا بتقول الاحتمالات والحسابات، إنما الطفل ما بتقولش لو كان هناك كان احتمال، لا، لو كان هناك كان خف. فإنه كان يشفيه بدون أدنى شك، حسب إيمانها لازم يكون
هي دي حبة الخردل حسب إيمانها، دي عيلة صغيرة بس اللي تقوله يمشي عند ربنا. قالت لا، لو سيدي كان عند النبي بتاعنا كان زمانه خف. من قوة إيمانها، بتتكلم بثقة غريبة، الست اقتنعت، ودي ست محترمة وعاقلة، راحت لجوزها. من قوة إيمانها اللي واخداه من الطفلة أقنعت جوزها، ده جوزها ده راجل كبار. من قوة إيمان الطفلة اللي أقنعت الست اللي أقنعت الراجل أقنع ملك أرام. ده كل ده طالع من إيه؟ من العيلة الصغيرة اللي قالت جملة، لو سيدي قدام نبي السامرة كان خف. تلات بهوات محترمين ماشيين ورا البيت العيلة الصغيرة دي، أولهم ملك أرام، ثانيهم نعمان قائد الجيش، ثالثهم مرات نعمان. انتوا يا جماعة ناس سذج؟ لا مش سذج، الثقة اللي في عينيها والطريقة اللي بتتكلم بيها مفيش شك، مفيش واحد في الألف احتمال لأ. وبالتالي خدوا على الكلام. طبعا انتوا عارفين بقية القصة، ان نعمان راح وحصلت المعجزة ورجع وصدق ان طفلة السامرة دي عندها ايمان جبار. ايمان واحد في العهد الجديد، طفل يوم الخمس خبزات، برضو ما نعرفش اسم. هنلاقي في السماء يا جماعة شخصيات كتيرة قوي لن نعرف اسمها، هنلاقيها في مراكز كبيرة في السماء، والانجيل ساعات يقصد ما يديش الاسم عشان يقول يلا عقبالك، مش لازم الناس تعرف اسمك، بس يا ترى في حياتك خبرة إيمان زي الناس دي ولا لأ؟ عمرك دقت إيمان من الدرجة دي؟ طفل ما نعرفش لا سنه ولا اسمه، أمه بعتاه بأكل يومه. خلي بالكو، خمس ترغفة وسمكتين في زمانهم دول عائلات الصيادين، فده تعيين اليوم عشان فطار وغدا وعاش، لأنه سارح ورا المسيح، وعلى فكرة ممكن يكون بقاله يومين مش يوم، فدي أكلته هو. وهو ايه قاعد مذهول يسمع المسيح وناسي الاكل، لغايه ما الناس جاعت وبيقول هو في اكل، على طول بمنتهى البراءه قال اه في اكل، في اكل اهو، معايا خمس ترغفه وسمكتين. يا ابني ده اكلك، يا ابني انت جعان اكتر من كل الناس، دي سندوتشاتك يعني. وبعدين انت جايبهم ليه؟ انت فاهم السؤال ولا مش فاهمه؟ احنا بندور اكل للناس دي كلها. انما هو بعد اللي قاعد يسمعه من المسيح جايب الخمس ترغيفة، اه في اكل اهو، اكل اهو. طبعا ده ايمان طفل يحترم جدا عند ربنا. هو ربنا يسوع ما تناش السؤال، هو قال روحوا شوفوا في ايه، جابوا له ده، قال خلاص كفايه كفايه. ليه؟ لان ده مش بس، ده معاه غلام، الغلام بايمانه لازم المسيح يبتدي المعجزه. كان ممكن يقول لهم طب روحوا دوروا تاني، لا خلاص مش مهم تاني، لا تاني ولا تالت، الولد ده عمل اللازم خلاص. ده ينبهنا إلى حاجة مهمة يا جماعة، تربية الإيمان. تربية الإيمان يعني إيه؟ إحنا كبرنا ويمكن أخطأوا في حقنا شوية أهالينا، إن ما زرعوش الإيمان أو ما كبروش الإيمان فينا كفاية. ويجوز نفس الخطأ عملناه مع أولادنا. أتمنى الشباب اللي موجودين ما يعملوش كده مع أولادهم. وأتمنى إذا كان لسه لينا دور يا كبار في تربية عيالنا نهتم بالحتة دي. احنا بنربي عيالنا على الإتيكيت، ونديهم علم، ونصرف عليهم، ونلبسهم أحسن لبس، نهتم أول يومين دول بالرياضة. وأخطر حاجة اللي هتدخلهم السماء مش هتدخلهم، الكلمة السحرية اللي مالية الإنجيل من أوله لآخره، كلمة الإيمان، محدش فينا مركز فيها. محدش فينا مركز انه يطلع عياله اولا مؤمنين او عندهم ايمان. القضية دي مش شغلانة خالص، احنا مخطئين جدا. لان القديسين بقى كان القضية اللي تشغلهم طول العمر يزرعوا الايمان في عيالهم، عشان لو جت موجة اضطهاد كله يبقى شهداء، مفيش مشاكل، ضيقة نحتمل، مفيش مشكلة، شكوك لما يشككون الدنيا كلها. قديسة كاترين بتاع دير سانت كاترين، يقال انها كانت 15 او 16 سنة وقفت قدام فلاسفة ملحدين يحاولوا يرجعوها في عقلها، اقنعت نصهم وهي عيلة صغيرة، ولا حد فيهم، فلاسفة يونانيين فطاحل، لكن هي متربية صح بالايمان. موسى بعدما ولد ولد، هنا ايمان الابوين بيتزرع. اول حاجة في الايمان القدوة،
القدوة يعني ايه؟ ايمانك بيتنقل لولادك للأسف، بقول كده لان الايمان القليل قوي اللي عندك بيتنقل لولادك، وغالبا بيتنقل ناقص حتة، فتخيل بقى هو اساسا ناقص، فايه لما ينزل كمان حتة بقت حكاية مش تمام. لكن حنة ام صمويل اللي ايمانها جبار، اللي سابت عيلها في الهيكل وحرمت نفسها كأم منه عشان قالت انا ندرته، انا اعرته لربنا، مستعار، ربنا مستلفه مني العمر كله. هذا الايمان زرع على طول في صمويل. ايمان ام موسى اللي حطته في ثبت قدام عينيها على الميه، يعيش او ما يعيش، لا هيعيش، بايمانها هيعيش، طلعت موسى النبي. الايمان الذي سكن اولا في جدتك لويس وفي امك افنيكي، بولس يقول لتيموساوس كده، القدوه، القدوه، إيماننا بيتنقل لأولادنا، ودي حاجة خطيرة جدا. إحنا شكاكين ومهملين في صلواتنا وقراياتنا وعلاقتنا بربنا سطحية، وبعدين عاوزين عيالنا قديسين إزاي؟ مثلا في صمويل الأول الإصحاح الأولاني، ألقانا خلاص جاب عيل من حنة اللي هو صمويل، وقال لها يلا بقى نروح الهيكل، قالت له لا أنا مش هطلع الهيكل غير لما أروح وأسيبه. يا ستي ده احنا يوم عيد ولازم نعيد زي كل سنة، وان المرة دي انت شايل عيل في ايدك عمره كام شهر، دي فرحة كبيرة. قالت له لا انا متفق على ربنا، يوم ما هروح له الهيكل هسيب له العيل، لازم يكون ماشي على رجليه، روح انت انا مش رايح. ست ايه جدعة، قالت له انا متفقة مع ربنا، العيد ده مش رايح، لان انا متفقة لازم اروح واسيبه، انا قايله له كده، هتديني عيل هديهولك، وانا مش هديهولهم رضيع، اخلص رضاعته يبقى 3 سنين وبيمشي على رجليه يفهم هروح اسيبه. وعند سن 3 سنين واخداه، اديته لعيل الكهنه، قالت له برجع لك الهديه. ايمان جبار. تاني حاجه في تربيه الايمان الحوار. انا بتكلم دلوقتي ازاي، احنا هنتكلم في نقطتين نختم بيهم خلاص، ازاي نوصل الايمان لولادنا، نمرة 2 ازاي ناخد من ولادنا الايمان، دول اخر نقطتين بقولهم. فدلوقتي بتكلم ازاي نربي عيالنا على الايمان. ارجوكم غيروا نفسكم شوية عشان عيالكم يتغيروا، زودوا ايمانكم شوية عشان ايمانهم يتغير. هتقولي بس عيالنا كبروا، عيالك وهم شايفينك 60 سنة ولقوك بترجع لربنا واقف تصلي وبتصلح حياتك بربنا، الدرس ده يقعد معهم بقية عمره. انت مش هتوعظهم، مش هيستحملوا وعظه، هم فوق 20 خلاص، انما هم شايفينك بتغير مسارك وبترجع لربنا وبتكون علاقة قوية بربنا وبتصلح اللي حصل قبل كده، هو ده الايمان، هو ده بقى الدرس اللي لا يمكن هتنساه في عمرك، لا يمكن هينسوه ولادك. انت اذيتهم 20 30 سنة، ما غرستش فيهم الايمان، ما طلعتهمش كما يجب، بس لسه it's never too late، ومفيش مجال للوعظ معاك، صعب قوي يقبلوا منك في السن ده وعظ، لكن النهاردة منظرك هيفرق جدا. الواحد شاف ناس كتير، ما انساش واحد بيقول لي بص انا ابويا كان طول عمره ملوش في ربنا، شاب في الثلاثينات، قال لي قبل ما يموت بقى أبويا بـ2 3 سنين خد شوية قرارات في حياته بدلوني، بقينا بنتفرج عليه وكأننا بنتفرج على فيلم. قفل شغله، طلع 10 آلاف، واحنا كنا عايشين يعني مش أغنياء قوي، للفقراء وللخير، قداس كل يوم، صالح كل الناس اللي خصمهم قبل كده، بقى زارع نفسه في الكنيسة والخدمة، واحنا كلنا بنقول له الراجل اتجنن ولا ايه؟ هم نفسهم شباب كانوا غير متدينين لان الاب ما كانش متدين. قالوا في 2 سنين راح السماء. انما اللي عمله ده خلانا نعيد حساباتنا كلنا، صلح كل اللي عمله معنا قبل كده. هو ما زرعناش في الكنيسة ولا ربنا في ربنا ولا اهتم بينا، انما 2 سنين كانوا احسن من 1,000,000 وعظة، لاننا شفناه يعني ايه عمل حساب لربنا. هو ده الايمان، يعني ايه حسابها صح على الاخر وانتبه للابدية. لا
لما يجي 100 واعظ، ده كلام الشاب يعني، لما يجي 100 واحد يقول لي في حياة أخرى، كلام. إنما لما شفت أبويا عمل إيه قبل ما يسيب الدنيا، لما يجي 100 واحد يقول لي ما فيش حياة أخرى، أقول له لا، قول كلام غير ده، أكيد في حياة أخرى، شفت أبويا حسن استعدلها إزاي. فهمتوا الفكرة؟ إذن ما تيأسش وتقول لا أنا ما ربيتش، لا القدوة مهمة. تاني حاجة الحوار. الحوار يعني في مبادئ التربية، القدوة والحوار أخطر كلمتين، التربية عموما بالذات التربية الروحية. ربنا من بدري قوي علم اليهود كده، يقول إيه؟ يكون متى سألك ابنك غدا على يوم الفصح ما هذا؟ يعني ربنا تصور إن كل عيد فصح أب قاعد على الترابيزة وبيحضره للفصح، والعيال يتلموا حواليه، ودي المائدة اللي عملها المسيح ليلة صليبه. ده كان طقس يهودي، كل عيد فصح لازم يلموا العيلة كلها، ولازم يطلع أصغر عيل في العيلة يحفظوا السؤال، بتعملوا كده ليه؟ ويبتدي الأب بقى يفتح ما يقفلش، ياخد الليلة كلام. ده طقس يهودي إنه يشرحوا الفصح كل سنة، كبار وصغارين يسمعوا، أصغر واحد يسأل وأكبر واحد هو اللي يجاوب. لما ابنك يسألك تقول إيه؟ تقول له بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية، ولما تقص فرعون عن إطلاقنا الرب قتل كل بكر في أرض مصر من بكر الناس لبكر البهائم، لذلك أنا أذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم وأفدي كل بكر من أولادي، فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك. يبقى ده سؤال وجواب، حوار. احنا مش بنحاور عيالنا. انت ممكن تكون بتعمل خير وعيالك ما يعرفوش، كويس الخفاء، لكن في مبدأ جواك ما تنقلش لعيالك. لو لقيت ابنك بيتعامل مع الفقراء باحتقار، افتح موضوع، افتح موضوع واعدل دماغه. الفقير ده ممكن يدخله النار او يدخله السماء، فاعدل دماغه بسرعة وقول له تفتكر ايه الميزة اللي عندنا عن الراجل ده، وايه الميزة اللي عنده مش عندنا. طب لو احنا كنا زيه كنا عملنا ايه، وهو لو كان زينا كان عمل ايه. طيب المفروض نعمل ايه عشان نعيش كلنا زي بعض؟ تفتكر ربنا بيبص علينا ازاي؟ احنا اغلى ولا هو اغلى؟ اقعد انكش انكش لغاية ما يوصل لفكرة مين قال ان ده اقل مني، ده له حق عندي لان انا واخد حاجة مش عنده، ده ربنا مديني خير عشان اقسم معاه، ده انا حرامي لاني ما اديتلوش حقه. تتعدل دماغه. حاور اولادك في كل المعاني الروحيه، لانه ما حدش هيفيد ابنك زيك. اوعوا تثقوا ان مدارس الاحد بتعمل معجزات، سوري يعني في اللي بقوله، البيت الحلو بيطلع عيال حلوه، صحيح مدارس الاحد بتعمل شغل، لكن مش زي الاب والام. مهما قلنا وعلمنا مش زي اللي هيشوفه وهيسمعه في بيته، دي حتة ملهاش حل. فردوا على أولادكم وتناقشوا معاهم. لما دار الحوار بين إسحاق وإبراهيم، ودول أصحاب فرق 100 سنة بس، إنما أصحاب، إسحاق طلع رجل إيمان عجيب. ادرسوا حياة إسحاق بعد كده، يعني البركة في رجليه. يقول لك لما زرع إسحاق الأرض زرعت 100 ضعف، 100 ضعف العادي، ده شغل مش طبيعي. كل الملوك جم يقعدوا معاه، انت ايه سرك؟ يعني ايه الارض تجيب 100 ضعف؟ ده كلام عمر ما حد شافه قبل كده. ما ده اسحاق ابن الايمان. اخر سؤال، كيف نقتني نحن ايمان الاطفال؟ هقولها برضو في 3 افكار تقريبا محددة او 4. ازاي بقى ناخد الايمان ده كله؟ احنا قلنا امثلة عشان برضو نبقى عندنا حصيط سخيرة كده، وقلنا ممكن نعمل ايه في عيالنا عشان نغرس الايمان، ما نطيرش شوية الكويسين اللي عندهم. نعكس بقى، تعالوا نتعلم من الاطفال. اولا خدوا المبدأ ده، اتمتع بتربية اطفالك روحيا. يعني الواحد بيقابل امهات يقعدوا يشكوا من العيال ومطلعين عينيهم وبتاع، الحقيقة انتوا يعني طبعا شوف الناس اللي لما عيالهم كبرت يتمنوا يرجعوا تاني يربوا عيالهم صغيرين، انما الاهم من ده ومن ده، انتوا عندكم مدرسين ايمان في ايديكم كل يوم بالبراءة والبساطة والطهارة والنقاوة والحاجات الجميلة اللي في عيالكم دي، ما تتعلموا حاجة.
أول سؤال أسأله لك، استنى، أنت مستني إيه من طفلك؟ وحط السؤال ده بعد كده على علاقتك بربنا، يعني إيه؟ أنت كأب أو أم مستني إيه من عيلك؟ واقلب الصفحة وحط نفسك، أنا طفل ربنا، يا ترى هو مستني مني إيه؟ أنا بستنى من ابني الصغير يسمعني يصدقني، مش كده؟ طبيعي، مش ممكن أم تقول حاجة لابنها يقول لها اثبتيلي، يعني ده يبقى يعني في الزمن ده ممكن، بس ولد مش مؤدب يعني، أو مش طبيعي. طبعا في سن معين بيبقى كله كده، لكن أنا بتكلم على الطفل الصغير. زي ما أنت بتستنى من ابنك يسمعك ويصدقك، افتكر دايما ان ربنا مستني منك ايه عشان تبقى طفل تسمعه وتصدقه. ودي مشكلة عندنا، احنا ما بنسمعش ربنا، ولو سمعناه ما بنصدقوش. ربنا بيقول لك كل يوم ما تخافش انا معاك، انا مش سامعه، ولو سمعته بعدها بساعة خايف، يبقى ما صدقتش. إذا كنت أنت بتستنى من طفلك يسمعك ببساطة، اشرب اللبن، حاضر يا ماما، عشان اللبن هيخليك تكبر، خلاص هكبر، بتصدق عادي، الطفل بيصدق. طب أنت عاوز تبقى زي إيمان الأطفال، اسمع ربنا وصدقه، كل كلمة ربنا يقولها أمين يا رب، أمين يعني مصدقك، وتبقى فاتح ودانك، لأنه ده مسؤول عنك زي ما طفلك أنت مسؤول عنه. وما ينفعش تبقى المسؤولية على حد تاني، مسؤولية عليك انت. ابوك موجود، ابوك ما بيموتش، ابوك مسؤول عنك، بس انت اللي مش عاجبك انه يفضل مسؤول عنك. تاني حاجة، انت بتستنى من طفلك يخضع لك ويتبعك. يعني ايه؟ طبيعي مثلا اب بيقول ان هنصيف مش عارف في مرسى مطروح، خلاص العيال مبسوطين. طبعا طبعا لما بيكبروا بقى، لا انا رايح مع اصحابي الغردقة، كبروا. لكن لو عيال، هي هنروح مرسى مطروح عادي، فاهمين ازاي؟ لو انت عاوز تبقى ايمان الاطفال، افرح بالقرار اللي بياخده ابوك، افرح بيه، ما تقعدش تقاوح، اتبعه. اتبعه يعني ايه؟ هاخدك يمين ماشي، هاخدك شمال ماشي، الفسحة النهاردة مستشفى ماشي، الفسحة مشكلة ماشي، اللي تشوفه يعني امشي وراه، لأنه مسؤول وعارف بيعمل إيه. الصغير ما بيسألش، كبير بيسأل وما بيسمعش الكلام. خليك صغير، خليك صغير في إيدين ربنا. يعني إيه؟ زي ما ياخدك امشي أي اتجاه، كله حلو، هو عارف بيعمل إيه. إحنا بنستنى من عيالنا يقلدونا، ده طبعا للأسف بنستنى دي، أو يعني في حتة طبعا مفروض يبقوا أحسن مننا، ويسألونا لو ما عرفوش. يعني ياما الأمهات يقولوا الولاد طب ما سألتش ليه؟ ما رجعتليش ليه؟ مش كده؟ تصور أنت كإنسان محدود بتزعق في ابنك تقول له ما رجعتليش ليه؟ ما سألتنيش ليه؟ وما ربنا يعمل إيه؟ ربنا يعمل إيه اللي إحنا متجاهلينه؟ ده كل يوم يقول لك يا حبيبي ما سألتنيش ليه طيب؟ دخلت يمين من غير ما تسأل ليه؟ ما أنا معاك، وأنا سبتك، هو الخط مقطوع، ما تقول لي يمين ولا شمال هرد عليك. ما بترجعليش ليه؟ متجاهلني ليه؟ كبرت عليا ليه؟ كبرت عليا ليه؟ شايف نفسك تعرف تمشي الدنيا لوحدك ليه؟ انت لسه صغير. اذا كنا بنستنى من عيالنا يسألونا ويمشوا ورانا، طب ما احنا نسأل ربنا ونمشي وراه في كل خطوة، ونقلده، نقلده بالأولى بدل ما عيالنا يقلدون. الفكرة اللي بعدها، اترك، اذهب، امرح، افرح. لما تتفرجوا على اي طفل، الطفل يجيب المشكلة كل يوم بمشكلة واحدة على الاقل، يرميها في حجر امه او ابوه وخلاص، ويجري. يجري ليه؟ عاوز ينبسط، عاوز يمرح ويفرح. كل العيال بتعمل كده، مؤدبين وغير مؤدبين، كله بيعمل كده. اي طفل طبيعي هو ده نظامه، يعمل العملة ويجيب المشكلة، يسلمها للكبير، سلام، يروح يلعب. احنا ما بنعرفش نعمل كده. على فكرة ربنا ما يزعلش من كده، يعني ربنا مش زي الأمهات الزهقانة بتاعت اليومين دول اللي كل مشكلة بخناقة، لا لا، ربنا باله طويل جدا،
اي عيل جايب له مشكله، طب يا حبيبي روح خلاص نحل احنا دي، ننظف لك هدومك، نصلح اللي اتكسر، ندفع فلوس الازاز اللي في البيت اللي جنبنا اللي اتكسر، يعني ربنا بيلم ورانا. انت روح انبسط وافرح. احنا ما بنعرفش نعمل كده، ما بنعرفش نعمل ايه، نرمي على ربنا. الحركة دي ما بنعرفهاش. الآية الجميلة بتاعت ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم، دي آية بتاعت الأمهات والأبهات. أي طفل عايشها من غير ما يفهمها ولا يحفظها. كل الأطفال في الآية دي بيرفكت، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. مفيش طفل بيفكر هيدخل كلية ايه وهو لسه 4 5 سنين، ولا هياكل ايه، ولا ابوه هيجيب له لبس العيد ازاي، ما كلام مش في دماغه. ارجعوا خليكوا اطفال، تبقى الحياة اجمل جدا، لان ربنا مش طالب كتير، بالعكس ده ربنا عاوز يخف عننا الاحمال واحنا اللي مش عاوزين. تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. ليه تشيل الشيلة وانا موجود؟ ارمي علي. لما دخل المسيح يوم حد الزعف، حصل موقف كده معرفش تاخدوا بالكم ولا لا. طول ما هما في الجبال نازلين من جبل الزيتون على اورشليم، وهيصه بقى بالالافات، وصلنا وهشعنا، والعيال طبعا مبسوطه جدا بالهيصه ومفيش فرامل. اول ما دخلوا ناحيه الهيكل الكبار اتخرصوا. ليه؟ شافوا وش رؤساء الكهنه عرفوا اللي فيه. طبعا عساكر الهيكل واقفين ورؤساء الكهنة واقفين وداخلين لهم ألفات مظاهرات، فكل الكبار سكتوا. مين اللي مسكتش ما خدش باله؟ العيال. العيال شغال عادي، وصلنا وصلنا وشعنا وشعنا. فطبعا رؤساء الكهنة تنرفزوا جدا، فقالوا للمسيح مش ما تسكت العيال دي. فقال لهم بقى الإجابة الجميلة دي، قال لهم إيه؟ أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ ومن أدب المسيح بس ما قال لهمش بقيتها، عارفين بقيتها إيه؟ لتسكت عدوا ومنتقما. يعني إيه؟ ده هم العيال بيتكلموا عشان أنتوا تخرسوا يا كبار، لأن هم العيال دول اللي بيفهموا، اللي ما بيخافوش من شوية بشر تعبانين. إله الأرض والسماء داخل الهيكل، ألا يسبح ويمجد. العيال دي هي الوحيدة اللي بتفهم في اللحظة دي، الملائكة كلها بتسبح معاهم، انما البشر خايفين من بعض. قال لهم ازاي ده؟ هم اللي عاملين الصح، يسكتوا ليه؟ لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. انت اعمل المشكله، روح اديها لابوك، يلا بقى روح امرح وافرح. طبعا ما تعملش المشكله قصدي يعني، لكن عادي، هو عمره ما بيجي ربنا يقول له تاني، ما بيقولش دي خالص ربنا. احنا نقول بقى تاني يا ابني بهدلت نفسك، تاني ضيعتك، مش عارف ايه، تاني. ربنا ما بيعدش. مبدأ تالت عشان نقتني ايمان الاطفال، كن ما انت او من انت يعني، واحذر الرياء. اجمل ما في الاطفال ان الطفل ما يعرفش يمثل او ما بيحاولش يمثل. الطفل ما بيحاولش يمثل، الطفل اللي جواه براه. انا بتكلم على الطفل الطبيعي لغايه مرحله معينه لما نكون شوهناه وبوظناه، انما طول ما هو لسه قبل التشوه غالبا الطفل كده عادي. يبقى عند الناس مثلا ورايحين عزومه محترمه، وبعدين الناس حاطه الاكل ولسه ما حدش قام، وهو يسيب كل الناس ويروح يحط ايده في اي طبق ملوش دعوه باي حاجه، وكل الناس بتعذره ليه؟ معيل، هنعمل ايه؟ عادي. او يجي كده بصوت عالي عاوز اروح بقى، يا ابني عيب يا ابني، احنا قاعدين مع ناس كويسة، هو ماله؟ انا عاوز اروح خلاص. او يحط راسه وينعس، مش مهم اللي قاعدين دول كبار ولا صغيرين، انا هنام منين ما انام. انا مش بقول نعمل كده بالحرف، بس انا اقصد ايه؟ التلقائية الجميلة دي. احنا يا جماعة عايشين تمثيلية دمها تقيل، طول الوقت عمالين نحط كده قناعات ونضحك واحنا ملناش نفس نضحك ونكشر مش عارف، ما عايشين مش طبيعيين، عايشين مش تلقائيين. الطفل عايش زي ما هو ببساطة، دي أحد
جمال الأطفال يعني أو إيمانهم، لأنه مش بيدور الناس بتقول إيه، إحنا مشغولين قوي بسؤال الناس بتقول عليها إيه. السؤال ده حبسنا وقرفنا ومطلع عينينا بزيادة عن اللزوم، وكل الناس لا هتفرق عجبناهم ولا ما عجبناهمش، كله هيمشي، كله في الآخر شوية تراب. هتفرق إيه قعدوا يمجدوا فيك ولا يهينوا فيك؟ حتى الحقيقة ما تفرقش كتير في الآخر. طوبى لأنقياء القلب. نقاوة القلب دي أحد معايير، اللي هو جوه زي بره، التلقائية دي. معلمنا بولس مرة قال كلمة جميلة، يقول إيه، أنا لو حبيت أفتخر أنا مش هكون غبي. يعني إيه؟ أنا عندي حاجات تخليني أفتخر، ولكني، شوفوا الكلمة الجميلة دي، أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني. مش عاوز حد يفتكرني أكبر من حجمي، مش عاوز حد يفتكرني أكبر من حجمي. شوفوا تضاع هذا القديس العظيم، أنت كبير قوي. قال لا لا، أنا مش عاوز حد يفتكرني، أنا باكل وبشرب وبنام وبتعب وبضعف وبعيط، أنا عادي جدا. التلقائية، البساطة دي. يمكن تفتكروا القصة حكيناها مرة بتاعت راهب قديس، أب عجوز يعني، وكان له تلميذ، فجم ناس يسألوه، وكان الراجل ده نايم الراهب ده، فالناس جم يعني للتلميذ يقولوا له عاوزين ناخد بركة أبونا، قال لهم لا، أبونا بيصلي. هو كان نايم جوه سمعه، والناس مشيت. فبعد ما مشي دخل التلميذ قال له تعال، هو أنا كنت بصلي؟ فالتلميذ اتلجلج كده، قال له مش عارف، يتهيألي كنت نايم. قال له طب أنت ليه قلت إن أنا بصلي؟ قال له أبويا الناس كلها عارفة إنك بتصلي على طول، فأنا أحرجت أقول إن أنت نايم. قال له ليه يا ابني؟ ما أنا المسيح كان بينام. اللي يجي يسألك أبونا فين، لو نايم قول نايم، لو باكل قول باكل، لو بصلي قول بصلي، لكن ليه تقول بصلي وانا نايم؟ فاهمين الفكرة؟ مفيش تمثيلية في الموضوع. ده انسان عادي محتاج ينام، ما ينام، ايه المشكلة؟ ودي تتعارض مع القداسة في ايه يعني؟ فهنا احنا بنمثل شوية، احنا دايما نحاول ان يظن من جهتنا فوق ما يرانا. كلنا عندنا المبدأ ده، عاوزين الناس تشوفنا اكبر من حقيقتنا. ليه؟ ليه التمثيلية اللي ملهاش لازمة دي؟ ما كلنا وحشين وربنا ساتر علينا. في كلمة جميلة قوي بنختم بيها القداس، بس يمكن انتم ما بتسمعوهاش لانها عادة تقال سرا، بعض الاباء الكبار كانوا يقولوها جهرا. ابونا وهو بيرفع الصينية في الاخر خالص بعد ما فضيت، تاخدوا بالكم الحركة دي قبل ما يرش الماء على طول، بيرفع الصينية فوق راسه كده ويسكت دقيقتين، بيقول الكلام ده. بصوا على الكلام الحلو اللي بيقوله، بيقول له يا رب فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا من أجل تناولنا من أسرارك غير المائتة يا رب، أسرارك المحية يعني. لأن ما لم تر عين ولم تسمع بي أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس، هذا أعلنت للأطفال الصغار الذين لبيعتك المقدسة. يبقى أبونا وكل اللي موجودين دول العيال الصغيرين اللي اتمتعوا بجسد المسيح ودمه. فبيقولوا احنا فرحانين قوي لان انت اديتنا حاجة فوق العقل، فوق الادراك، لان احنا جايين لك عيال فرحانين بيك وانت فرحان بينا. نعم ايها الاب، هذه هي المسرة التي كانت امامك. يعني انت فرحان بالقداس عشان احنا تناولناك، واحنا فرحانين بيك لانك انت بقيت جوانا، واحنا قابلين ده كله زي العيال، لا بنحط دماغنا في الموضوع ولا بنفلسف المسائل، ده ما لا يخطر على بال الإنسان، نحن الأطفال الصغار. يبقى بنذكر في اللحظة دي إن كل اللي تناولوا دول عيال صغيرين، وعشان كده أكتر حاجة بتعطل التناول العقل والكبرياء وإحساس إن أنت كبير، عشان كده مش عارف تسامح. طفل بيسامح بسهولة جدا، وعملت في القداس تسرح وراك وراك وراك، ما الطفل ما عندوش الكلام اللي وراه ده كله. آخر نقطة بجد صدقوني، الخضوع بدون مناقشات. طبعا ده الطفل المميز، يعني ان الواحد يقول حاضر. عاوز ترجع وتبقى طفل، تعاود تقول حاضر وتوقف دماغك شوية. المسيح له كل المجد الذي يخضع له رؤساء ملائكة، قيل عنه كان خاضعا لوالديه. يعني حط نفسه في شكل انسان عبد زينا ويقول حاضر يا ماما، حاضر يا بابا، على يوسف يعني قدام المجتمع. انت تستكتر تقول حاضر؟ تطلع مين يعني؟
ولا تهتموا برأي الناس، أهم ما في موضوع الأطفال كفايانا تركيز على رأي الناس ومنظرنا قدام الناس. ده معطلنا إن احنا نرجع ونبقى زي الأطفال في الإيمان. لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، ما فيش أي حساب، هيقولوا إيه الناس ما تفرقش. أقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر، مش مهم رأي الناس، حتى نفسي مش بسمع لها لما تحكم علي. وبرضه في غلاطية يقول ايه، المعتبرون انهم شيء، كان بيتكلم على بطرس ويعقوب ويوحنا، دول اللي رسموا بولس اسقف، قال مهما كانوا لا فرق عندي، الله لا يأخذ بوجه انسان. طبعا هو بيحترمهم جدا، بس عاوز يقول مش معنى ان انا بحترمهم ان انا بعمل لهم خاطر زيادة، انا زي ما انا، مع ان دول المعتبرون في الكنيسة، ان هو بيحبهم ويحترمهم لكن ما بيعولش همهم، هو شغال مع ربنا وعينه على ربنا. لإلهنا كل مجد وكرم.